لا يضاهي شعور أي إنسان كشعور اعتلاء المنصة. المنصة هي مبتغى أي ناجح، الناجح الذي يبحث عن التقدير، الناجح الذي يرى نتائج أعماله ومنجزاته الإعلامية يراها في لحظة صعود المنصة واستلام الدرع التذكاري. بالأمس بالليلة الماضية بالبارحة سمو الشيخ سلطان الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام كرم كوكبة ونخبة من المؤسسات الإعلامية والإعلامية المتميزين. حقيقة كان شعور بالذات للمترشحين، يعني شعور العد التنازل، شعور الأدرينالين يرتفع والفرحة تزيد. ولكن هل صعود المنصة هو الهدف أم أن الصعود المنصة هي النتيجة؟ العقل والمنطق يقول صعود المنصة هي النتيجة الطبيعية، بينما الهدف هو نجاح السياسة الاتصالية، هو نجاح فريق الاتصال، نجاح أن إدارة الاتصال الحكومي هي أنها كانت المرآة الحقيقية الصادقة لما يدور في هذه المؤسسة، وأن إدارة الاتصال الحكومي هي عبارة عن الجسر الواسع التي تصل المجتمع بهذه المؤسسة. أنا قد يكون أرى عنوان معين وزارة التربية والتعليم، ولكن ما هي وزارة التربية والتعليم؟ هل هي في المدارس؟ هل هي في مخرجات التعليم؟ نعم، ولكن إذا نريد أن نعرف ما هي وزارة التربية والتعليم نستوقف أول شخص أو أول امرأة أو أول كبير أو أول صغير، أول طفل تسأله عن وزارة التربية والتعليم، هنا تكون إدارة الاتصال الحكومي قد حققت رسالتها ونجحت. العنوان يقول الجائزة وفرق الاتصال المشاركة باب التطوير المتخصص الواسع. قبل 10 سنوات أو 15 سنة مع تطور دولة الإمارات العربية المتحدة وتطور مؤسساتها، حقيقة كانت توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه وخلفه الله يطول عمره الشيخ خليفة بن زايد، وكذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس أعلى الاتحاد حاكم الشرق أعضاء مجلس الأعلى للاتحاد، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، تراهم في مقدمة الفريق. دولة الإمارات دولة مؤسسات رسخت أفضل الممارسات، وفرت البنية التحتية، أهلت الفرق، وجعلت الإنسان هو محور التربية، محور التنمية، وهو مصدر السعادة والإلهام. الجائزة أحدث منتج ابتكاري لتطوير فرق الاتصال. في السابق يقول أذهب إلى شركة أعين خبير يقدم لي استشارة، أتصفح الإنترنت وأرى أفضل الممارسات وأطبقها، ألتقي بزملاء هنا وهناك. ولكن الإبداع البشري لا يتوقف، ولعل الجائزة تجعل الفرق الاتصالية بأسلوب غير مباشر ترتقي بمعاييرها وترتقي بفئاتها. النجاح في كل الحياة كلها، لا ما بتكلم اليوم أو لن أتكلم عن أن نحن في عصر الاتصال، نتكلم عن وضوح الرسالة وتحقيق الرؤية. ما كان لظهور إفرازات الإرهاب المرعبة ما كان لها أن تظهر إلا لأنه كان هناك سوء اتصال، رسالة ذات محتوى سيء، وسيلة اتصال سيئة، متلقي يتلقى بدون ما يعمل فكرة. نحن الآن في عصر التنوير وفي عصر الرفاه البشرية، نتساءل ونطرح مجموعة الأسئلة. أنا طرحت أسئلة وحاولت أستخدم أجهزة التواصل الحديثة، وتقول سؤال، يعني لماذا المشاركة في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي؟ ما هي فئاتها؟ شاركت كفرد، شاركت كمؤسسة، ولم نفز. أنا أشكك، أرى أن
هناك لا توجد شفافية في الجائزة، تساؤلات، معايير الجائزة عالية جدا، مؤسساتنا لا ترقى لهذه المعايير. إذن هل نستسلم؟ الانهزام يبدأ من النفس. إذا استسلمت أنا كمدير اتصال حكومي، وأنا مدير اتصال حكومي بهيئة الأوراق المالية والسلع الاتحادية، إذا استسلمت من اللحظة الأولى، إذن أبحث لي عن فرصة أخرى أو مكان آخر لتطوير الجائزة أو تطوير فريقي، ولن يكون. هي لحظة الاستسلام. إذن نقول المشاركة في الجائزة هي مصدر النجاح، التقدم هي مصدر الثقة. اثنين، هناك معايير كثيرة وفئات. الجائزة في سنتها الرابعة أول مرة تنفتح على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حقيقة حظيت، ارتفعت المشاركات بنسبة 36%. التفاعل المؤسسي، المشاريع المقدمة كلها تعتبر مشاريع ذات فئات أو نجاحات إعلامية وقصص نجاح. أنا في منتدى الاتصال، وهو شعاره كما نعلم مشاركة مجتمعية تنمية شاملة، توقفت عند هذه المعاني، مشاركة مجتمعية. أنا كمدير اتصال حكومي ليس لدي هذا الإدراك، علي أن أراجع رؤيتي ورسالتي لإدارة الاتصال حتى أستطيع أن أكون إدارة اتصال ناجحة. طرحت، أنا استقرأت يعني في المراحل الثلاثة، المرحلة الأولى والثانية والثالثة، أسباب عدم الفوز حتى نقف أن كيف أستطيع أن أفوز. بعض الجهات مثلا تحت عنوان أفضل ممارسة في الاتصال، وهي في الفئة الأولى من فئات الجائزة، البعض يقول نحن قدمنا ملف وافي وكافي، وضعنا تشيك ليست وعبأناها. الموضوع أكبر من ذلك. هل هناك في الممارسة كأفضل ممارسة اتصال، هل هناك عنصر الإلهام؟ اللي لم يكن هناك عنصر الإلهام فمعناها عبارة عن ترجمة عادية لأي نشاط إعلامي. والله استقبل سعادة المسؤول السيد الفلاني والتقوا، خبر يعني بروتوكولي لا يعبر، مجرد فائدته الوحيدة أن يوثق، مجرد توثيق. الآن الإعلام كما ذكرنا كما نعلم أنه إعلام الفرد، أصبح كل إنسان مثل ما يقولون الإنجليز بيكي، ينتقي. أنا عندي الآن وسائل الإعلام كلها موجودة في جيبي، سيأتي اليوم نلبس نظارة جوجل وأتنقل وأنا بعين واحدة أشاهد برنامج أو أشاهد توجيهات معينة. فأصبحت ذائقة المتلقي عالية. أنا لن أتكلم عن ما يختاره، إذا يحب يأخذ حاجة سكر زيادة، حاجة مالحة، حاجة حراقة، كل إنسان وذائقته. ولكن نقول فعنصر الإلهام مطلوب. مثلا البعض يقول لا يوجد نموذج عملي. الإعلام عبارة عن ممارسة ميدانية عملية، وليست مجرد كتابة خبر أم صورة، لكن هل الصورة تنطق؟ هل تحكي؟ نحن تجاوزنا مرحلة أن يكون لك الخبر يقول لك أن عزكم الله أن يعض الكلب شخص، هذا ليس بخبر، ولكن أن يعض إنسان كلب هذا خبر. تجاوزنا المرحلة هاي تماما. والدليل 65% من سكان الوطن العربي وهم الشباب لا يلتفتون إلى هذه الأخبار. الملاحظ الأخير إلى في جائزة الأوسكار، الأفلام الفائزة التقت على شيء واحد انتبه لها من المربون وأصحاب المعاني وأصحاب الأهداف والتربية، خلينا نقول كمجتمعات احنا عربية وإسلامية، خليت الأفلام كاملة من أي مشاهد للإثارة أو مشاهد لتدغدغ الرغبات الإنسانية المنخفضة، خليت تماما، لأن مل المشاهد من مشاهدة اللقطات يعني المصطنعة وتم إضافتها على المادة الفيلمية. أنت تشاهد فيلم وتعرف أنه أصله رواية أو كتاب، في الكتاب لا يوجد، لكن المخرج هو اللي أضاف عليها، يقول لك من باب وضع البهارات. لكن بقياس أثر الأفلام وآخر الدراسات
أصبح المشاهد دقيق ومنتقي. ننتقل أفضل مشروع تخرج أو بحث علمي في مجال الاتصال. تقدم الكثير حقيقة ضمن المشاريع التخرج من باب دعم هذه الفئات، ولكن كانت تفتقد بعضها إلى وسائل قياس الأثر. إذا أنا ما عندي قياس لأثر البحث أو النتيجة فمعناها أني أنا ما نجحت. هناك فئات ثانية بنتكلمها فئة فئة. أفضل ممارسة اتصال داخلي، نجد بعض الملفات غير واضحة، لم يتم التعامل مع المعايير والمتطلبات. الرؤية المهمة غير واضحة. أنا إذا ما عندي رؤية واضحة لأي وسيلة اتصال أو لأي خطة اتصال داخلي لن تتحقق. تعزيز الاتصال الداخلي ليس أني أنا أوزع ورد في مناسبة معينة. تعزيز الاتصال الداخلي أني أقيس موظفيني وأقف معاهم وأنظر شو احتياجاتهم. أحد الزملاء ويعمل في مدير اتصال حكومي في مؤسسة مالية يقول عندما انضميت لهذه المؤسسة المالية كل المتخصصين خريجين فاينانس، محاسبة، قانونيين، يقول كأنك داخل في مكان هدوء والجميع منكب على الجهاز، يقول يعني المكان أشبه بالمقبرة. فيقول أول حاجة لما تم استحداث قسم اتصال حديث، يعني يقول أول حاجة عملتها طلبت بتشكيل فريق كرة قدم، فقالوا لا كيف ونحن جادين وكذا، يعني بس هذا لا ينفي الجدية، يعني فريق كرة قدم ما ينفي الجدية. نحن بعد نهاية الدوام نلتقي ونلعب كرة فور فن، يعني الاستمتاع. تحدي آخر واجهه قالوا لي والله يعني إدارة الاتصال عندكم يعني كثير الضحك، كيف يعني إدارة الاتصال شو يبونهم؟ عبارة عن باب مغلق، الشخص الاتصالي مبتسم. فتعزيز الاتصال الداخلي حتى أكون مؤهلاً لدخول للحصول على أفضل ممارسة اتصال داخلي، وكما البارحة كانت بلدية دبي اللي حازت على الجائزة، تجدها في خدماتها، تجد الموظفين ينتهي دوام الساعة 2:30 بس ما يخرج. ليش الموظف مرتبط بمؤسسته؟ لأنه مرتبط بالمؤسسة روحياً. وهني ليست البيتشيك أو إدارة الموارد البشرية وليس المدير العام، رئيس قسم الاتصال الداخلي أو رئيس قسم العلاقات العامة والاتصال الداخلي هو من نجح واقترب، فاحتمل في يوم الأم احتفل بيوم الأم، ويوم الشهيد احتفل بيوم الشهيد، ولكن رأى ودرس حالات الإدارات ثم قدم مشروعه. أفضل تواصل حكومي دولي، يعني حقيقة وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحقق قفزات يوم بعد يوم. الدلالة قاسوا من جمهورهم وعرفوا احتياجات الجمهور، فعشان شيء كل من يحمل هاتف رقم اتصالات أو دو عندما يسافر يرى رسالة نصية ترحيبية ترحب بك سفارة دولة الإمارات في مثلاً في الولايات المتحدة، في اندونيسيا، في أي مكان ترحب بك، وأرقام التواصل والطوارئ هذه بحد ذاته. هذه الرسالة النصية تشعرك بالاطمئنان أن هناك عندك باكاب وعندك مرجعية. حقيقة من التساؤلات، يعني البعض قدم في ملفات الترشيح قدم صور low resolution. احنا على فكرة الملف الترشيح فني كذلك، ليس بالضرورة أني أنا أدافع عن ممارستي الاتصالية. صور low resolution، بعضهم في موضوع مثلا مسابقة التواصل الاجتماعي، أفضل ممارسة التواصل الاجتماعي، اعتمد على حساب واحد وقام بربط الحسابات كربط مثلا الفيسبوك بتويتر، وكل ما يطلع هنا يطلع هناك، فما في إبداع. بعضهم في ممارسة أفضل ممارسة اتصال حكومي راح جاب له فان أو فاشينيستا وقال له والله أنت روج لي، بينما فرق الاتصال يقول لك أنا بدفع وبنام. عقب يقول والله أنا ليش ما صعدت على المنصة؟ أنا ما صعدت على المنصة لأني أنا عملت أوتسورسنج وفريق الاتصال كان نايم. المعايير العالية لجائزة الشارقة الاتصال الحكومي القائمة على بيست براكتسز وأصبحت الآن ترند عالمي، هناك يزورون
مقر الجائزة في كل عام يعني عشرات المؤسسات لتتعرف على هذه المعايير، وهي انعكاس طبيعي يعني لما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من الشفافية والمؤسسة. موضوع الإحصائيات، بعض الملفات خليت من الإحصائيات، لا توجد بها إحصائيات، ما توجد أرقام. طيب أنا الرسالة الإعلامية أنا أرسلتها في الفضاء الحر ولا؟ فهناك لازم في إحصائيات وفيدباك. ننتقل إلى موضوع المتحدثين الرسميين. بعض المتحدثين الرسميين يقول والله أنا سجلت الآن طالع على تلفزيون معين، إذاعة معينة، وصرحت أو أدرت حوار معين. هو ما يدري أن من سيقيم هو متخصص، فعندما أنت تطلع على الخط المباشر وتحاور زبون أو كاستمر أو متعامل لمؤسستك، ثم يطلع عليك التردد في الحوار، فهني يعني أنت ليس متحدث رسمي. عندما يأتيك محاور في إحدى الإذاعات قال الوزير فلاني يحارب المواطن في رزقه، كلام كبير يعني وعلى الهواء مباشرة، مدير الاتصال اتصل فورا بالخط المباشر في ظرف أقل عن 10 دقائق يقول الوزير مستعد يطلع على الهواء مباشرة الآن بشرط أن تكشف الأسماء والملفات، نكشف اسم المتصل والوزير بيطلع ملف المتصل في وزارته أنه مخالف قوانين دولة الإمارات. هنا نستطيع أن نقول هني ممارسة اتصال حكومي حقيقية. مثلا فاز أمس سعادة المهندس خليفة الطنيجي بجائزة أفضل متحدث رسمي في إمارة الشارجة، وهو يمسك ملف شائك جدا، ملف الإسكان، معناها يتعامل مع الحالة كيس باي كيس، والمتصل هو نفسه يقاتل يقول والله أنتوا ظلموني، أنا أبناء عندي عيال وأنا ما وفروا لي، بينما هو عندي 4-5 بيوت. فحقيقة كان يدور حوارات بأسلوب مهني مع المتصلين ويتعامل مع المتصل أو صاحب الكيس كأنه الحالة الأولى والأخيرة، مش كأنها حالة متكررة وبعض المتصلين يتحدثون بأسلوب غير لائق. فهو حقيقة استحق الجائزة بالفعل باقتدار. كذلك هم دائرة الإسكان في الشارقة حازوا على أفضل موقع خدمي، الويب سايت مالهم. هناك مؤسسات كثيرة للإسكان في دولة الإمارات، مؤسسة محمد بن راشد، برنامج زايد الإسكان في برنامج أبوظبي، كذلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. اللي صاير أن الموقع مالهم أصبح عندهم زيرو مراجعين بسبب الموقع. فأنا عندما أتقدم بموقع وأقول بتخلب في مسابقة ما هي النتائج، فهو قدم إحصائيات أن كان عدد المراجعين اليوم يوميا كذا 100 أصبح زيرو مراجع، فصار وان ستوب شوب فيرتشوال يعني. فاستحق الجائزة واستحق الصعود. أرد أقول من اللي يصعدني أنا على ملف؟ الفريق مالي. اليوم أنا ممكن ما صعدت مو بلي شيء، أنا ما جودت في أو والله رأيت أني عملي واو بينما هم غير واو. بعض الفرق اللي شاركت وفازت يقولك إحنا قبل ما نقدم على الجائزة جبنا محكمين طرف ثالث، أساتذة الجامعات، متخصصون من الميدان الإعلامي، ودرسوا ملف وأعطوهم رؤية. بعضهم يقولك الحمد لله ما تقدمنا لأن الرؤية والخبرة قالوا والله إحنا بالغنا في اعتقادنا أن ممارسة الاتصالية هاي ممارسة مميزة، ولكن أنا أقول يمكن تطويرها. نرجع إلى بعض المعايير الأخرى. أفضل تعامل مع أزمة. العام الماضي فازت شرطة دبي، إعلام شرطة دبي، في حريق فندق الأدرس في رأس السنة الميلادية، والذي كادت أن تلغى الاحتفالية، ولكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخبر يطلع في لحظته وأن احتفالات دولة الإمارات مستمرة. فالشفافية والإعلان الخبر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيره، وعن طريق الانستغرام، واللقطات تطلع لايف حية، طلعت أن الحريق موجود ولكن المكافحة شغالة والحفل مستمر والجماهير اللي حاضرين بعشرات الآلاف في أمان وسلام.
فبالفعل كانت إدارة أزمة إعلامية ناجحة، والدليل تضاعف أعداد زوار برج خليفة في رأس السنة. أنا إحنا أفتح باب الأسئلة والاستفسارات في موضوع المشاركة في الجائزة أو في الكلام اللي تفضلته، أو إذا أي تعليق يشرفنا بارك الله فيك، أو إنه هو يكتبها بالطريقة الصحيحة. فحضرتك لمست بعض الأخطاء حتى اللي ممكن أنها تقدم في الملفات، وكمان حضرتك لمست الجزء الخاص بأن لجنة التحكيم يعني ربما أحيانا لا تنظر الملف فقط، ولكنها تنظر إلى ممارسات، يعني ممكن أتأكد من الممارسة بنفسه. صحيح. عندما يقول المتحدث الرسمي أنا فعلت 1 2 3 مثلا، لكن طيب إحنا نرجع للفيديو أو نرجع لمداخلته. صحيح. فهل كان أداؤه بالفعل كما كتب في الملف جيد أم لا؟ فنشكر حضرتك على الورشة. العفو العفو الله يسلمك. لا هو حقيقة يعني أنا في أسئلة تحدي كثيرة. أستاذة فاطمة الصيرفي كانوا قاب قوسين عن الفوز إن شاء الله، بس أنا متأكد يعني وزارة الشؤون الإعلام في البحرين حقيقة أدارت أزمات إعلامية كبيرة حقيقة، وخلال السنوات الماضية وشهدت نجاحات حقيقة، خاصة أن التحدي كان لا يعتبر تحدي على المستوى الداخلي، المستوى الخليجي، المستوى العالمي. ولكن ما شاء الله أنا أقول كلمة شكر واعتزاز حقيقة بوزارة الشؤون الإعلام بمملكة البحرين، لأن ما زال الملف شائك وما زال ما شاء الله، بس الميزة أن يعني التقدم قفزات ما شاء الله الأمام يعني. الله عليكم العافية. الله يعطيكم العافية. بس إن أنا عندي تعليق بسيط على إدارة الجائزة. يعني إحنا أمس في الاحتفال يعني كمشاركين ما كانت عندنا فكرة واضحة إن يعني ما هي أساسيات نجاح الفئات الفائزة. يعني ما كانت عندنا فكرة إن شنو المناهج أو شنو الأساليب العلمية أو حتى التكنولوجية اللي استخدموها على أساس إن هم يقدرون يفوزون في هاي الجائزة. فأنا يعني بس عندي نصيحة إن في السنوات المقبلة إن يكون في شرح، يعني ما بقول مفصل لأن في الحفلة نفسها يعني صعب الواحد يفصل، بس على الأقل إن تكون عندنا فكرة يعني الجائزة يعني شنو ماهية الجائزة، شنو الأشياء اللي هم ركزوا عليها للفوز لاستحقاق الفوز. فهاي الأمور يعني في النهاية هو الهدف الرئيسي عشان كلنا نستفيد من خبرات بعضنا بعض. فإحنا للأسف يعني حسينا إن ما كنا نقدر نستفيد من الخبرات اللي موجودة. وحقيقة اللي صار السنة هذه مجلس أمناء الجائزة أقر أن سبب فوز أو ملفات الفائزة شو معايير النجاح اللي حققوها سيتم تعميمها على جميع المشاركين. في نفس الوقت أنا والله مثلاً شاركت بمؤسستي أو بممارسة معينة، ولكني لم أحظى أن أكون أحد الثلاثة يعني اللي تسابقوا على المنصة. سأبلغ وين الويكنسز، وين نقاط الضعف إذا كان في الملف أو الملاحظات، هذا بيصير إن شاء الله للمشاركين كلهم. أستاذ محمد هو مهم إن على الأقل يعني لو معطينا يعني نبذة بسيطة عن كل مؤسسة وشنو المشاركة تبعها. إيه نبذة بسيطة لو على الأقل بس الفئات اللي تم ترشيحها. إذا أنا بقترح إن شاء الله إنه ممكن مثال يعني لينك مثلاً عن والله إحنا قلنا مثلاً فازت مؤسسة محمد بن راشد، فبنحط معلومات عن الممارسة نفسها، فممكن الفريق يطلع على خطته على البرنامج العمل اللي تم، فممكن إن شاء الله نرفعه بده. إن شاء الله جزاكم الله خير. حياكم الله. حقيقة نشكر تفضلكم ونتمنى يعني إذا في أي استفسار أو شيء. جزاكم الله خير. الله يوليكم العافية. حياكم الله. عافية. السلام.